مظهر خارجي جذاب وأنيق يغلب عليه طابع البساطة، وخاصة من الخلف، وواجهة أمامية جميلة بشاشة كبيرة على شكل حرف V، ظهر الجهاز باللون الأسود اللامع لون مفتوح وهو من البلاستيك كما تلاحظون، وإطار الجهاز هو من البلاستيك كذلك لكنه بلاستيك مقوى ضد الصدمات والخدش، وتشعر كما لو أنه معدني. سمكه 7.9 ملم والوزن 168 غرام، وزن مقبول وكذلك حجم مقبول، يمكنك التحكم فيه بيد واحدة بكل أريحية. في الجانب الأيمن نلاحظ أزرار التحكم في الصوت، هذا زر تشغيل وإعادة تشغيل الجهاز، هذا الميكرو الخاص بالمكالمات، منفذ شحن مايكرو يو اس بي، مدخل السماعات. في الجهة اليسرى منفذ شريحة سيم وهو يدعم بطاقة من نوع النانو سيم، إضافة إلى بطاقة الذاكرة الخارجية كما تلاحظونها، 3 منافذ وهذا أمر رائع. فوق الجهاز هذا المستشعر لإزالة الضوضاء أثناء التكلم، وتحصل على هاتف من شركة سامسونج بشاشة من الشاشات الجديدة، بالرغم من أنها TFT تعطي دقة وضوح عالية، كذلك سوف تحصل على أداء لا بأس به، نظام تشغيل أندرويد الأخير وواجهة من الواجهات الجديدة. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2F، تدعم فلاش بالسوفتوير، كذلك تصوير السيلفي العريض أو سيلفي بشاشة كاملة، وقادرة على تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل. بالنسبة للكاميرا الخلفية فقد أتى الجهاز بكاميرا أحادية وهي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9F، وقد أطلقته الشركة للمنافسة في الفئة الاقتصادية، يدعم الجيل الرابع من الاتصالات وبه عدة مميزات، وقد جاء بهذه الواجهة الجديدة One UI والتي تم وضعها في الهواتف من نفس السلسلة E30 و E50، تدعم فلاش ليد. نقوم بتجربة هذه الكاميرا وهي تعطي صور لا بأس بها، وخاصة في الإضاءة القوية. بها زوم بالسوفتوير وضع برو يعطي صور احترافية كما تلاحظون. تدعم البانوراما، كذلك تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، فلاش كما قلنا، والتصوير بشاشة كاملة. للأسف لا تدعم البورتري. عموما أداء هذه الكاميرا لا بأس به وتعطي صور ممتازة واحترافية، خاصة في ضوء النهار.